النهارده بتستضيف محافظه سوهاج بالتعاون مع جمعيه من اجل مصر اعمال ملتقى شباب الصعيد لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسيه ثانيه تحت شعار كلنا معاك من اجل مصر، وده بحضور عدد من النواب والشخصيات العامه وبعض رؤساء الجامعات. الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج قال إن الملتقى هيقام في نادي الشرطة الشرقي بمدينة سوهاج بمشاركة أكثر من 1000 شاب وفتاة بيمثلوا 8 محافظات بالصعيد، وهي محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط والبحر الأحمر وأيضا الوادي الجديد. وقال كمان إن المؤتمر ده في إطار اهتمام الدولة والمحافظة بالشباب ودورهم الفعال في التنمية والتطوير، وهيناقش كمان عدة محاور زي التحديات الاقتصادية والبنية التحديات وكيفية استغلال الإمكانيات بشكل استراتيجي وأيضا كيفية تمكين الشباب في إطار التنمية.